كان انا عندي مسدسات قبل كده، بس اول مره اضرب، انا عمري ما واجهت مسدس. يعني ادي يا جماعه تمسك مسدس وممكن اضرب على حاجه. زمان كنت بلعب في الرمايه فكنت بضرب، بس من بني ادم قدامك. فانا كان كل قلقي ان يبقى في طلقه حقيقيه، لان كان في ممثل تقريبا او مخرج في امريكا في امريكا مش عارفه في حد موته في اللوكيشن. فانا دايما كنت كل ما يجي الطوانجه دي اقول لهم يا جماعه شوفوا الطلعات دي في شنكو. لا شالي كل الطوانجه، اصريت ان كل الطلعات تتشال طول ما انا ماسكه الطوانجه، او نضال ماسك الطوانجه بقى انا اللي هموت. وحتى يقول لي دي في شنكو اقول له لا، يبقوا ركبوا الصوت بعدين، ما انا مش ضامنه، ما حدش ضامن حد في الظروف دي. محدش ضامن. تاني حاجه ان الموضوع الفيلم ده كان كل شويه جاي في دماغي، فكل شويه اقول لهم ايه اخر مسلسل البقاء لله توفت يا جماعه. وكانوا بيضحكوا عليا، بس يعني كان مش انا حتى لما وقع والفيوز بتاع الدم اتفتح انا اتخضيت بجد. لو انا هرس وانت هكون موتنا كده، اوعى تكون موت بجد، عارفه اللي هو قلق. بس الناس ما كانتش حاسه بكده خالص وهي بتتفرج عليكم. جمعنا حاجه لذيذه قوي، حب العمل. يعني انا وانا قاعده مع نضال انا عمري ما كنت اشتغلت معاه ولا قابلته على فكره قبل كده. شاء القدر لما عرفت سالت مين يا جماعه محمود، قالوا لي نضال، فقلت لهم طيب كلمت معتز، قلت لهم معتز انا عمري ما اشتغلت مع نضال وانا بحبه جدا، بس عندي مشكله ما عنديش استعداد ان احنا نتقابل اول مره في اللوكيشن، فهل بستاذنك؟ انا كنت ساعتها لسه متجبسه ان احنا نعمل قعده مع بعض. قال لي طبعا وبالعكس ومش عارفه ايه. طب دي نمره نضال انا هكلمه. فعلا كلمت نضال ما ردش، فبعت له مسج ومش عارف رقمي. قلت له نضال انا نجله بدر وبتاع، فلقيته فعلا بيكلمني ومبروك ومش عارفه ايه. قلت له دلوقتي انا ظروفي كذا كذا وحابه ان انا استضيفكم ونقعد مع بعض ونتكلم. فقال لي طبعا. اما قعدت مع نضال شبهي في الفكر الفني، خلي بالك مش بقولك شبهي شكلا اكيد يعني مش. على فكره الشبه ده احنا حسيناه على الكاميرا. لا نضال شبهي في الطموح والتفكير والاداء والطريقه وفي التاثر وفي التعامل مع الفن وفي الشخصيه وفي الرؤيه، واحنا الاثنين شبه معتز. فالتركيبه واحنا قاعدين احنا عملنا جلستين بنقول تقريبا نفس الفكره، احنا الثلاثه بنعترض على نفس الحاجه، احنا الثلاثه بنأيد نفس الفكره، احنا الثلاثه. فبقولك ده كله وده باين على الشاشه، ده كله صح. كان ليه عامل من النجاح هذا العمل. بس انا عرفت ان معتز كان اشتغل قبل كده معاكي كمساعد مخرج في اعمال قبل كده صح؟ اشتغل معايا في الابعاديه كانت اول حاجه، وبعد كده استاد قادره، وكان هو مع استاذ جمال عبد الحميد على فكره، وكان في حاجه شبر ميه. طب قولي لي ايه اكتر تعليق عجبك بعد المسلسل منزاع؟ ايه اللي جالك التعليق الحلو؟ حد قال تعليق جامد قوي، مش فاكره اللي ضحكني، مسدسات وطبنجات ومش عارفه ايه وكل ده عشان نزلت البيبي، طب ما تجيبوا واحد تاني وتخلصونا. بصي انا بتبسط من المشاهدين لما بيتفاعلوا بيبتدوا يدوروا على حلول. فانا قعدت افكر فيها زي انت هتموتني.